التبديل يحصل لما تتآكل الغضاريف. أنت إذا فتحت أي مفصل طبيعي كمفصل خروف تلاقي أنه العظام مغطاية بطبقة غضروفية مثل ما شايفهم في المجسم. هذه الطبقة لينة مثل الكوشوك أو مثل الربر، هي بتعمل مثل شوك أبزوربر. مشكلة الغضاريف أنه ما تتجدد مع العمر. بعبارة تانية، إذا الإنسان استهلكها وفي حالات متقدمة تنتهي أنه هذه الطبقة تتآكل تماما، فبصير عندك الطعم يعني سطح العظم خشن، فبيحتك مع بعضه وبيسبب آلام، وبعدين بيتطور الموضوع لتشوهات، بيصير الرجل مقوسة زيادة وتحدد حركة، بعدين بالنهاية المريض بيطيح ما بيمشي يعني. فحقيقة هالطبقة هي اللي هي تشكل مثل بادينج أو شوك أبزوربر، تآكلها هو السبب. فنحن مبدئيا بعملية المفاصل الصناعية اللي عم نسويه انه عم نستبدل هذه الطبقة بطبقة صناعية.